شكرا لك عبد العزيز. اولى الاحاديث الاوليه لاعب نادي النصر الكابتن احمد الفريدي، رحب فيك كابتن. مباراه اليوم تعادل ايجابي، ايجابيه هالمباراه هل ظهر النصر بهذا التعادل في امور فنيه ايجابيه تعكس النتيجه؟ بسم الله الحمد لله، اتوقع قدمنا مباراه كبيره جدا تكتيكيا وفنيا وهجوميا ودفاعيا وخلق فرص وسجلنا، لكن ما الله اراد الحمد لله. هذه الكره اتوقع ضربه جزاء غير صحيحه، وضربه جزاء للهلال للنصر صحيحه. اليوم كابتن يعني لما نتكلم على مستوى المباراه بشكل عام، النصر اليوم ظهر بمستوى طوال 90 دقيقه، الجانب اللي اثر على عدم التسجيل بالنسبه لكم؟ ابدا، نحن الحمد لله جالسين نهاجم يعني جالسين نخلق فرص في هجمه تكتيكيه، في وصول للباب، استغلينا فرصه واحده، شفت كذا فرصه ما رد بيراد، الحمد لله على كل حال. استبسل وليد اليوم؟ لا والله مو استبسال، هي الحمد لله يعني ما ربي اراد، يعني كور ما جات في الباب خارج الباب، الحمد لله على كل حال. شكرا كابتن. شكرا.